مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. أول ظهور الأم ديال المرحومة سكينة. مشاهدينا الكرام، عدد كبير من المغاربة تبعوا القصة ديال المرحومة سكينة اللي قتلها الزوج اللي هو عميد شرطة سابق بندقية. الله يسمح لينا من الوالدين، تبعوا معايا. عجيبة، كدوي معايا وكتبكي. لا إله إلا الله، الله يرزقك الصبر فيها يا رب. آمين. اللي غادي نسولك أمي، عندك البنيتات وعندك جوج وليدات، انت اللي كنتي مع سكينة قبل من ساعة من الواقعة، عاودي لي داك الشيء اللي وقع كيفاش؟ كيفاش النهار مشيت ولا في ديك النهار نيت؟ هي ملي عيطتي ليها وصلتي لعندها، حاولتي تصلحي الأمور، كانت مناقشة هي وياه؟ لا، ما كانتش مناقشة هي وياه، تدخلنا حنا. شنو من نقاش؟ يلا يا مسكينة، اش غنقول لك، ما دارتش لنا حتى الغدا، الغدا ما دايرهاش لنا. وصلنا مع 12 وصلنا وقيله. قالت لي ماما نديرو الغدا، قلت لها شوفي انا ما مش عارفني اني ما كناكلش، راه اختك تنوض دير شي حاجه. دارت مسكينه الطون ومطيشه في التيبان، هذاك هو غدانا. يلا كان عبد الله العطا الاولى، اقلبي راسي اجي نوضي نوضي شوفي لي طونسيون. حبسنا حنا داك الشيء، مسكينه حيدت داك الشيء من فمها، نطت صوب له وجات دير له تعبر له في الطونسيون، تعبر لي في السكر. تتقول لي راه عندك طبيعي، هي هذيك من تما وحنا شديا نقطع لك. داز ديك داك السبت، داز هو هذاك الغد لي تاني في الليل بدا كيدير معاه راسي ضرني، داك الشيء ديالو ديال الافلام، افلام. وانا كنشوف تنقول لي ها انت شويه، قال لي شوفي الحاجه نقول لك محال سكينه خصها تبقى دير معايا، تضيع شبابها معايا. قلت لك كيفاش تضيع مع شبابها؟ اش قالت لك هي نهار الاول؟ قالت لك نهار مرتي، قالت لك الا عنيتي انا عينيك ولا عرجتي انا رجليك. ماما كنقولها لك وقدام العائله قلتها لك، راه ما غنتخلاش عليك. لا لا، قال لي لا الحاجه هي باقا صغيره وخصها تشوف مستقبلها، نقدر نعطيها نص الماندا. نص انا قلت لي شوف حنا ما فعاتناش، انا كي صبرت مع باها، انا دوزت الحرب ودوزت ودوزت وبقيت عايشه مع باها حتى نهار ربي دام الامانه امانته، وانا مع وليداتي. حنا ما فعاتناش ديك القضيه ديال نطلقوا ولا هادي، راه ما عندناش. دازت هي هذيك عاوتاني في العشاء كذلك شويه تاع النقير. الغد ليه صبحنا هكاك تاني، خرجت هي واختها فطرنا وداكشي، خرجت هي واختها يجيبوا شراو واحد الصنيديله وشي مسائل، وسخفت لهم في سخفت مسكينه في الزنقه، بقوت الماكله ما كتاكلش، تشهد شي حاجه ما كتاكلهاش. هي ديك انا كنقولها بنيتي صبري، راه حنا كاع العيالات كنصبروا، كيكونوا رجال هكا راه الصبر دابا ربي يحن وغيهبط. انا حتى انا راه صبرت مع باباك، كنهضر كندير بحال داكشي اللي كنا كنديرو حنا بكري، العيالات انا ما كيصبرش مع الرجالات. صبري. قالت لي محاله ماما، هذا اما غيقتلني اما يدخل عليا شي واحد يقول لك هذه كتخوني. تنقول لا راه كيقول ما تخافيش، ورا شي نهار غيقتلني، هذا راه ما فيهاش، راه ما بقيتش كنتحمل. دازت هادي منين خرجت هي واختها، جات قلت لها راه خرجت، جات قالت لي، قال لها فيك انت؟ قالت لي وديها اش كاين اش كاين. بقاو ناقرين داك الليل كامل، انا هادي ندير لك نفعل لك نترك لك البنت، هي راه شويه ما نكذبوش. حتى هي قالت لي شوف ديك المستوى اللي كتقول انا طيحت قيمتي ومشيت لشي بلاصه، كيقولوا لا الزيتونه ما عرفتش انا ديك البلاصه، كنت متواضع، كون متواضع راه كاع حنا كاع ولا 9 شهور. ديك ديك العنصريه اللي كانت فيك وديك الهادي ديال المخزن هبطها، راه حتى حنا با كان وحنا الحمد لله حنا هادي. بدا هو كيهضر، بدات هي صافي تناقرو، هي هذيك مشات، جات نعست حدايا ديك الليل كامل. هو خطيب خطيب، انا كي كيدوز تنسمع ديك البوشيطه كنجلس هاك صافي، ديك كنقفز. ناضت اختها مع ديك الربعه وقفت مسكينه اختها تاني، قالت لي عبد الرحيم خليها ناعسه، واحد النعسه جاتها حلوه 8 شهور وهي معدبه، وديك النعسه جاتها حلوه. دازت هادي نط مسكين خيطي بيطي شويه، مشى جلس في البيت، ما نعش حتى هو، حنا ما نعسناش هو ما نعش. الفجر ناضت يا ربي، فناضت في الفجر، صلات توضات صلات، وهي تقول لي ماما، قلت لها مالك يا بنيتي صلينا كاع؟ وهي تقول لي راه حلمت بابا ها كاين وكاين. قلت لها سيري كتهيئي باباك، حلمت خير وسلام، لابس دراعيه بيضاء وداير السلهام ومعنقه، كيقول لي نويويرتي جايه عندي. قلت لها راه هي كتهيئي
ما تقوليش هاد الكلمه، راه هاك انت كتحلمي باباك بزاف حيت معلقه بيه. ما تقوليش هكاك، دازت هذيك هذاك الصباح خرجت هي وياه، مشاو من عطاش جابو، خرجت هي وياه جابت ديك ديال السكر وجات. انا مع الحداش نط، قلت لهم انا نمشي حيت ما بغيتش نبقى انا في الدار وتنوض ديك عاوتاني الهضره وهذه احدى معاك ما كنتصرت انا. صافي خرجت مع الحداش انا وبنتي غازه، ما عمر بنتي دارت ومشات للبالكو وكتطلع على وليدها وتديرها ما هضرت ما تكلمت وكدير في حالك. ركبنا في الطاكسي جات تقول لي يا بنتي قالت لي شوفي ماما سكينه ما عمرها دارت هكا، هي واقفه وكتشوف. قلت لها راه بغات تشوف وليدها لابس ديك الصنيديره فرحانه بي. هي هذيك وصلت انا يركب، انا خصني ركبت ما نمشي حتى لوحده ماشي مع ال11 وجالسه في الكار جالسه باش ما نبقاش. يا ربي صافي هذيك مع علاش كنت ما نقدرش. سمعت بنتي كون جبتها من خليها الجامع حوايجها باليزتها وكل شيء محطوط، تنقول لها شوفي يا بنيتي صبري معاه، راه الا دار لك شي حاجه عيطي ليا غنجي انا وخوتك نجيبو صطافيت ونمشي ولو نكمل. بقى فيا علاش ما بغاش اخويا نهضر بشويه لك انا معاك. انا اللي خليت بنتي، كون عرفت بنتي غيوقع لها هذا الشيء كون جبتها معايا. لا انا كتاب الله منتي كتاب الله ضميري ما بغاش يسعى ليا باقي ديك الخليه اللي خليت بنتي انا دي. مع ال11 خرجنا واقعه وقعت مع 12 شي حاجه. انا مشيت بن حمد قلبي بحال دار ليا، قلت انا نعيط لسكينه نقول لها رانا ولي بنتي رانا في بن حمد. عيطت عيطت تنصوني جاوبتني واحد الشرطيه قلت لي شكون؟ قلت لها انا ماما. ولي سكينه مالكي ما انا ماما. كتقول لي شوفي لاله حنا الشرطه. قلت لها قولي لي شنو مالك اشنو كاين علاش تليفون سكينه معاك؟ وهي تقول لي اجي راه كاينه شي حاجه كراف. صافي صافي ما نكذبش عليك الكار كله. بارك الله بارك الله بارك وليد الله يفرج عليك يا ربي. انا عارف الظروف ديالك. مشاهدينا الكرام اللي تنوي الراي العام اكثر في الموضوع صعوبه الملف في الام، لان الام بغض النظر على انه المرحومه بنتها هي كانت شاهده في المكان اللي وقعت فيه الواقعه قبل بساعه. الله عز وجل كتب اللقاء الأخير بين الأم وسكينة من أجل الوداع. مشاهدينا الكرام معايا مستشارة ليلى، عدد كبير من المغاربة تعرفوها أستاذة ليلى وكذلك أستاذة زينب. غادي نشوف معاك كيفاش شافت هذا الملف اللي تا هي تبعات اللايف الأول اللي دار المراسل دريس وتبعات القصة وتألمات ونشوف الزاوية اللي شافت منها الملف. أستاذة ليلى قصة كتألم، الأم كتبكي. شفتي الاخت ديال سكينه اللي روات القصه، هذه الام شهدت عيان في اللحظات الاخيره من الوداع ديال الابنه ديالها، كيف شفتي الملف؟ اولا السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم مجددا لتتبع قضايا المواطنين المغاربه. تسمح لي السيده انني كنقدم لها التعازي وجميع الاسره ديالها. كنشكرهم على الثقه اللي دايرين فينا انا والاستاذه زينب واللي عيطوا لنا باش نوقفوا معاهم في هذا الملف، وحقيقه حنايا ما غنتخلوش عليهم. هذا الملف هذا بالنسبه للمغرب من اصعب الملفات لانه دخل فيه السلاح، وحنايا تنعرفوا بان هذه جرائم بشعه وجرائم كارثيه وكتخلي واحد الاثر نفسي في المجتمع، لانك تكون عندك واحد القوه اللي كتوجهها لجهه الشخص الاخر وكتعدى عليه باستعمال السلاح. فحنايا شفنا هذا المشكل هذا كبير بزاف وبغينا غنوقفوا معاهم وان شاء الله المساطر ديالهم غنصلحوها، لانهم خصهم يدخلوا في الملف ويكونوا مقدمين الشكايات ويدخلوا كطرف مدني باش ياخذوا الحق ديالهم. واننا غنكملوا في الابحاث باش نبحثوا على الاطراف اخرى اللي كاينه في الملف، يعني اكيد ماشي كاينش غير الزوج اللي بوحديته طرف، بل هناك اطراف اخرى ماشي حنا اللي غنوضحوها، ولكن النيابه العامه والابحاث اللي غادي تمشي لنا مره اخرى عبر الهواتف النقاله تواصلت بينات الاشخاص، هاد المكائد اللي دارت، هاد الحقد اللي دار، باش نعرفوا شكون الدور ديال كل واحد في هاد الناس هادو في هاد الجريمه البشعه ديال هاد اللي مشات على اثرها المرحومه سكينه وخلات واحد الاثار في هاد الاسره هادي.
والجنين ايضا، لاننا رحنا امام امام قتل لشخصين، لان الجنين راه كتكون عنده الحقوق الاهليه مباشره، انه كيولي كيكون جنين كيولي عنده واحد الحقوق ديالو الى ان يولد وتتغير الحقوق ديالو مره اخرى. اللي غنبغي نقول هي اننا وصلنا لواحد المرحله في المغرب اللي خاص القوانين تبدل، لانه كاين بعض القوانين اللي اصبحت متجاوزه او كاين الاغفال ديال بعض الجوانب، من ضمنهم هو الاهليه في الزواج، واللي مثلا هذا الفرق ديال 30 سنه ما بين شخص وما بين واحد السيده، علاش غادي تبرم هذا العقد الزواج؟ انا كنظن انه خصو يتصلح الفصل، وغادي يولي بحال اللي كان الفصل ديال القاصر، وانه بحضور النيابه العامه باجراء بحث يعني جميع الوسائل غتكون باش عاد هذا الزواج يكون واش متكافئ واش متطابق او لا. ومن ضمن هم الأوراق والوثائق ديال الزواج اللي خاص تكون فيها الخبرة النفسية، الخبرة الطبية، التحليلات، لأن احنا دابا كنقتصروا في الزواج في الوثائق الزواج على يعني التطبيب والفحص السريري، هذا لا يكفي، احنا يبغينا ملف زواج متكامل باش كل واحد تاخذ المسؤوليه ديالو في هذه القرارات. وغنزيد واحد المساله، انه اي شخص عرف راسه انه مهدد بالسلاح سواء السلاح الابيض او السلاح الناري، انا تنصحو ما يكملش مع اي شخص وما يباتش في هذيك الدار، وهذه لان كيقدر الشخص اللي عنده داك السلاح هو اللي يستعمله، خاص الطفل قاصر يستعمله، واحد ما غيجه من الزرقه يقدر يستعمله. فاذا انت كتعرض حياتك للخطر وكتعرض معك الناس الاخرين للخطر، هذه العلاقه كان خصها تنتهي من الاول، لان كنبدا فيها التهديد لكن تستمر بحال اللي كيقولوا المغاربه على وجه الوليدات وديك الشيء. انا تنقول لهم ما كاين لا على وجه الوليدات لا والو، الوليدات عندهم رب خلقهم، عندهم كفيل بهم برزقهم، اللي غيبدا يخطط على اساس ان تولد على الارث شي راه غالطين، لان الله سبحانه وتعالى هو اللي كيكتب الرزق، هو اللي كيعطيك وقتاش انت غتورث وقتاش ما غتورثش، هذيك شي تخطيطات بائسه ولا جدوى منها، وهادو خططوا غادي يحصلوا، لانه حنايا غنديروا الابحاث ديالنا وما غتخلوش على هاد الناس هادو، لانه استنجدوا بينا. وكنشكر الاعلام بزاف اللي متكتف واللي غادي يوصل الصوت ديال هاد الناس هادو باش ما تكاثرش بحال هاد الجرائم، خصوصا انها بحال اللي قالوا كتمشي تقيس غير الناس اللي نيه. انا قلت لهم هاد الكلمه ديال النيه ما خصهاش تبقى، بحال اللي كيخطط لواحد انه غيدمر الاخر، الاخر خصو يخطط يحمي نفسه ويحمي نفسه بالقانون. والمغرب عنده وسائل وعنده قوانين وعنده يعني تطور في هذا يعني وسائل ديال البحث وكل شيء لا يستهانوا بها، ما يبقاش يقولوا انه غيفلت من العقاب ولا داك عنده محامون والاخر ما عندوش. حنا ما كيهمناش هذه، حنا كيهمنا اللي نادى علينا واستنجد بينا وعيط للصحافه وعلم على هاد الحاله ديالهم، اننا كنستجبوا ليه وغادي نمشيو معاه الى اخر رمق حتى ياخذ الحق ديالو. وهاد الفتاه اللي توفى فتات السيده اللي توفت، لو انها كانت ماشي شريفه وماشي عفيفه وماشي هذه ما غتكونش قدمات للزوج الوثيقه ديالها ديال انها عازبه وانها عندها بكاره وانها يعني بالفحص الطبي ديالها. فالسيده وهاد الناس ما خدعوش هاد الشخص، هاد الشخص مريض مرض نفسي، وتعدى لهم على البنت ديالهم وتعدى عليهم دابا على الوليد ديالهم على الجنين، وان شاء الله غادي ياخذوا الحق ديالهم بتكتف الجهود ديالنا، وحنا عندنا ثقه كبيره في القضاء اللي اكيد غادي نصفهم. أستاذة شكرا لك، عطيتيني الموضوع كامل، تنتمنى لك التوفيق رفقة الأستاذة زينب، الله يفرج عليك يا ربي، الله يجعل محبتها صبر إن شاء الله ويجعلها من أهل الجنة يا ربي. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا، حيت شت بنتي كي مشات، اش غنقول لك، مشات عروسة حنيكتها بحال في الحمام، حنيكتها حمر، نحيمتها مشات محرحره، ماشي ديك ملي كيموت الواحد كيتشبد، علاش انا قلبي بارد من جهتها، ولكن ما داخل شويه مشات عروسه، ما نكذبش عليك، لا انا ولا اختها ولا خوها اللي شافوها ولا الوالده ديالي، تريه 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 ومشات. هادشي علاش بارده شويه، ولكن راه ربي لعن بيا. اسمح لينا من الوالدين يا الله يفرج عليك يا ربي. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا، هذه كلها بعض النقط اللي في الموضوع، ويبقى دور السيد قاضي التحقيق في اطار الاستنتاج التفصيلي وتتبع ديال الاستاذه زينب معاه في الملف، بالاستشاره كذلك مع الاستاذه ليلى، من اجل تبيان الحقيقه كل ما له صله بهذا الملف. مشاهدينا الكرام نحن نتتبع هذا الملف وسوف نوافيكم دائما بالجديد فيما يخص الجريمة اللي تعرضت لها سكينة. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.